السلام عليكم ومرحبا بكم. نتكلم اليوم عن موضوع التسلسل الزمني والترتيب الصحيح لمختلف الحضارات التي عرفتها البشرية عبر الزمن. وقبل البدء نرجو من سيادتكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. شكرا لكم. لنبدأ. يجب قبل البدء عن الحديث عن الحضارات السابقة أن نعطي مفهوم تعريف صحيح. ما هي الحضارة التي نتكلم عنها؟ ما المقصود بكلمة حضارة؟ الحضارة لغة معناها الإقامة في الحضر، عكس الإقامة في البدو. الإقامة في الحضر، مكان حضاري، نقول عنه حضاري أي في المدينة حضاري، هذا من ناحية اللغة. أما اصطلاحا فقد عرفها ابن خلدون على أنها التفنن في الطرف وإحكام الصنائع المستعملة في وجوهه ومذاهبه في الملابس والمباني والفرش والأبنية وغير ذلك. وعرفها الدكتور محمد حسين على أنها كل ما ينشئه الإنسان في كل ما يتصل بمختلف جوانب نشاطاته ونواحيه، عقلا وخلقا، مادة وروحا إلى غير ذلك. وعرفها ويل يورانت على أنها نظام اجتماعي يعين الإنسان على زيادة إنتاجه الثقافي بعناصره الأربعة: الموارد الاقتصادية، النظم السياسية، العقائد الخلقية، ومتابعة العلوم والفنون. كثير ما يخلط ما بين مصطلحي الثقافة والحضارة، لكن الثقافة هي تابعة للحضارة، والمفهومين يختلفان في جزئية بسيطة صغيرة فقط. الحضارة هي المقياس المادي، معناه أن العلم والتكنولوجيا، المدن والدول، كلها مقصود بها الحضارة. الأشياء المادية هي الحضارة. أما الأشياء المعنوية فهي المقصود بها الثقافة، كالدين والقيم والفكر والأدب إلى غير ذلك، المقصود بها الثقافة. إذن الفرق ما بينهما هو أن الحضارة جانب المادي، هي الجانب المادي، والثقافة هي الجانب المعنوي. رأينا الآن تعريف لمفهوم الحضارة. إذن عندما نتكلم الآن عن الحضارات السابقة، المقصود بها هي التي كانت بشقيها المادي والمعنوي. من كانت لديها علم وتكنولوجيا وأسست مدن ودول، وكانت لديها قيم ودين وفكر وأدب إلى غير ذلك، وليست مجرد جماعات من الناس فقط مروا هنا وهناك واعتبرهم كذلك على أنهم نواة لدولة إلى غير ذلك، لكن الحقيقة لم يكونوا حضارة وإنما مجتمع صغير فقط. الترتيب الشائع بين الناس هو أن أقدم حضارة هي الحضارة السومرية، كانت سنة 3500 قبل الميلاد. والحضارة السومرية هي من حضارات بلاد ما بين النهرين، بلاد الرافدين، التي كانت تضم كذلك السومريين إلى الأكاديين والأشوريين والبابليين الذين كانوا في سنة 3000 قبل الميلاد، وعرفت فيها كذلك الكتابة المسمارية إلى غير ذلك. ثاني حضارة في الترتيب هي الحضارة الفرعونية كما يقولون، التي كانت سنة 3100 قبل الميلاد، والتي عرفت فيها الكتابة الهيروغليفية إلى غير ذلك من وسائل التقدم والتمدن والتحضر في تلك المنطقة. ثالث حضارة هي حضارة الهند، كانت سنة 2300 قبل الميلاد بالسند، لغتهم كانت لغة الهندو إريانية القديمة. رابع حضارة هي الحضارة الصينية، حضارة حوض نهر هوانغ هي أو النهر الأصفر، امتدت من سنة 3000 قبل الميلاد إلى 1600 قبل الميلاد. خامس حضارة الحضارة اليونانية الإغريقية، هذه الحضارة قديمة لكن لا يوجد تاريخ ثابت لها، لكن كل التقسيمات تدل على أن لديها فترات معينة عرفت. الفترة الأولى العصر اليوناني المظلم أو اليونان القديمة المظلمة، انتهت بوفاة الإسكندر الأكبر عام 323 قبل الميلاد، والتي تعتبر كذلك هذه الفترة عصر بداية العصر الهيديني إلى غاية الفتح الروماني 146 قبل الميلاد. سادس حضارة هي الحضارة الرومانية. الرومانية كذلك ليس لها تاريخ ثابت، وإنما بدايتها حسب ما تقوله الأساطير التاريخية حول الأخوين روميليوس وريموس، حول التأسيس والصراع الروماني القرطاجي هو البداية لها، الذي كان سنة 264 قبل الميلاد إلى عام 241 قبل الميلاد. سابع حضارة في الترتيب هي الحضارة الفارسية، الأخمينيون أو الأسرة الملكية، كان ذلك عام 559 قبل الميلاد. ثامن حضارة وآخرها هي الحضارة الإسلامية، التي بدأت منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. هذه هي أقدم الحضارات المتعارف عليها حسب
تسلسلها الزمني حسب ما يقولون. لكن لو رجعنا إلى أمهات الكتب ونتائج الدراسات والمقارنات التي قام بها العلماء، نجد بأن هذا الترتيب ناقص من عدة زوايا. وإذا أمعنا النظر نرى بأن الترتيب الصحيح سوف يكون على النحو التالي: أولى الحضارات هي الحضارة المصرية القديمة. هناك فرق ما بين الحضارة المصرية القديمة والحضارة الفرعونية. لمن يريد أن يفهم هذا التميز ما بين هاتين الحضارتين يترك ذلك في التعليقات وسوف نجيب عليه في فيديو مستقل إن شاء الله. الحضارة المصرية القديمة من خلال الدراسة ما توصل إليه العلماء وبالأخص العالم روبرت بوفال حول عمر الأهرامات، بحيث أثبت بأن تاريخ بناء الأهرامات وأبو الهول يرجع إلى عام 10500 قبل الميلاد، بدلا من عصر بناء الأهرام في الأسرة الرابعة بحوالي 2500 قبل الميلاد كما هو معروف، وذلك بالتركيز على محاكاة الصحن السماوي أو ما يعرف بنظرية التصميم الهندسي الفلكي في بناء مجموعة أهرامات الجيزة وأبو الهول. وهذا ما تؤكده نظرية ارتباط الجبار التي تؤكد وجود ارتباط موقع أكبر أهرامات الجيزة الثلاث مع مجمع الأهرامات الثلاث في الجيزة وحزام الجبار من كوكبة الجبار، بحيث عند التاريخ المحدد ب 10500 قبل الميلاد نجد تطابق لا مثيل له بين نجوم السماء وأرض الجيزة، تطابق سماء ما بين صفحة السماء والأرض بكل المقاييس والمعايير، شيء لا يصدق عند رؤيته. وتتأكد من خلال هذا المقولة التي قالها القدماء ولم نعرف معناها إلى غاية هذا الكشف، وهي بأن مصر هي صفحة السماء. ومنه فإن أقدم حضارة حسب هذا الاكتشاف هي هذه الحضارة المصرية القديمة. ثاني حضارة هي حضارة ما بين النهرين، أولاها حضارة السومرية كما قلنا سابقا 3500 قبل الميلاد، والتي كان فيها بداية الكتابة المسمارية وشتى العلوم الأولى. وحضارة ما بين النهرين ليست فقط السومريين إنما كذلك الأكاديين والأشوريين والبابليين كما هو معروف. ثالث حضارة حضارة وادي السند في الأراضي الباكستانية تقريبا مثل زمن الحضارة السومرية والأكاديين. رابع حضارة هي الحضارة الفرعونية وهي عهد الأسرات، أسرات الفرعونية التي كانت ابتدأت من سنة 3150 قبل الميلاد وحكم رمسيس الأكبر لمصر القديمة وما جرى في تلك الحقبة. خامس حضارة هي حضارة المايا 2600 قبل الميلاد في أمريكا الوسطى، وتعتبر الأكثر ثقافة وتمت فيها بناء أهرامات كثيرة ومنها أهرامات أكبر بكثير من الأهرامات المصرية. سادس حضارة هي حضارة الصين القديمة في فترة حكم مملكة شانغ، والتي عرفت وشهدت تطورات في الأدب والفلسفة والثقافة وغيرها. سابع حضارة الحضارة اليونانية القديمة التي عرفت فيها الزراعة وتدجين الحيوانات وغيرهم. ثامن حضارة الحضارة الفارسية التي سيطرت على العالم وغزت أراضي كثيرة من جنوب مصر وبعض الأجزاء من اليونان حتى الهند، وحكمت آسيا الوسطى وحتى أوروبا، وانتهت في الفترة 530 قبل الميلاد. الحضارة التاسعة هي الحضارة الرومانية القرن السادس قبل الميلاد، بحيث ازدهرت وامتدت على جانبي البحر المتوسط وبلغت ذروتها في عهد يوليوس سيزار أعظم الملوك الذي حكم روما في ذلك الوقت. عاشر حضارة حضارة الإستيك مع حضارة الإنكا بأمريكا الجنوبية. الإستيك هي اليوم تعرف بالمكسيك، مع حضارة الإنكا فكان في تقريبا في أمريكا الشمالية، مركزها البيرو وشمالية البيرو الإكواتور وتشيلي، وهي حضارات متطورة كذلك. الحضارة الحادية عشرة هي مختلف الحضارات الأخرى التي كانت متقاربة مثل الحضارة تاع السكان أستراليا الأصليين. وكما قلنا أن الحضارة يقصد بها المجموعة، عادات تقاليد فنون قوانين أخلاق، مجموعة النظم التي تميز مجتمعا عن غيره من المجتمعات الأخرى. ولو تعمقنا أكثر وأكثر فإننا نجد بعض الباحثين يقدم حضارات على حضارات أخرى، يقدم حضارات على حضارات أخرى، مثل من يذكر أن أول حضارة كانت حضارة بارية وليست حضارة. كذلك هناك من يقدم حضارة الجياهو في الصين ما بين 9000 قبل الميلاد إلى 7000 قبل الميلاد، وكذلك الحضارة المينوسية في اليونان وأوروبا على جزيرة الكريت وباقي الجزر الإيجية. لكن الترتيب هو الذي ذكرناه: الحضارة المصرية القديمة، ثم الحضارة السومرية في
البلاد ما بين النهرين، ثم الحضارة وادي السن التي ذكرناها، ثم كذلك الحضارات التي قدمت من بعدها الفرعونية، المايا، الصين القديمة، اليونانية، الفارسية إلى غير ذلك. لكن كذلك فترات أخرى شهدت بعض التجمعات السكانية أطلق عليها حضارة لكن لا تصل إلى مفهوم الحضارة الذي نقصده وشرحناه، والتي منها حضارة نورتشيكو في البيرو، وحضارة عيدان في إيران 2700 قبل الميلاد، وفترة الملوك الثلاثة والأباطرة الخمسة في الصين، وغيرها من التمدن والتحضر التي لا ترتقي إلى مصاف حضارة. كذلك في الوطن العربي عرفت خمس حضارات التي كانت لها التأثير الكامل والشامل، هي حضارة بلاد الشام، حضارة مجان، حضارة بلاد الرافدين، الحضارة المصرية، وحضارة اليمن. اليمن التي تعتبر مهد الحضارة العربية، وكانت في الفترة من الألفية الثانية قبل الميلاد حتى القرن السابع ميلادي، بحيث ينقسم التاريخ في تلك الفترة وتلك المنطقة إلى ثلاث مراحل: مرحلة مملكة سبأ، مرحلة فترة دول المستقلة كحضرموت وقتبان ومعين، ومرحلة الأخيرة مرحلة مملكة حمير التي منها انتشر سائر العرب. هذا ما قصدناه في هذا المفهوم الحضاري والتسلسل الزمني له. لمن له سؤال أو استفسار يترك ذلك في التعليقات. شكرا لكم والسلام عليكم.